السكتة الدماغية هي حالة عصبية طارئة، لذلك لابد من الوصول للسبب والتشخيص السليم في أسرع وقت ممكن، وبالتالي من المحتمل أن العلاج المستخدم يعالج السكتة الدماغية ويساعد في إنقاذ حياة الشخص المصاب. الأدوية الفعالة المذيبة للجلطات ممكن أنها تستعيد تدفق الدم تاني للمخ وتحسن الحالة المرضية الناتجة عن السكتة الدماغية لو تم استخدامها من 3 ساعات ل 4 ساعات ونص من بداية ظهور الأعراض. السكتة الدماغية أو متسمى ستروك والاختصارها CVA Cerebro Vascular Accident يعني حادثة أو إعاقة في الأوعية الدموية الدماغية. والتعريف العام لكلمة ستروك أو السكتة الدماغية هو إعاقة أو تعطيل مجرى الدم المغذي للدماغ مما يؤدي لحدوث تلف في الوظائف العصبية في حالة لو أن الإعاقة دي استمرت أكتر من 24 ساعة، ولو التلف أو الضرر ده تم علاجه خلال 24 ساعة في الحالة دي بيبقى اسمها ميني ستروك أو Transient Ischemic Attack TIA يعني جلطة عابرة أو مؤقتة. السكتة الدماغية بيتم تصنيفها بشكل عام إلى نوعين، يا إما Ischemic Stroke يعني سكتة دماغية إفقارية بتحصل بسبب فقر أو نقص في الدم المغذي لخلايا الدماغ واللي بيسببه انسداد في مجرى الدم، والنوع الثاني اسمه هيموراجيك ستروك يعني سكتة دماغية نزيفية بتحصل بسبب نزيف بيكون سببه قطع في الأوعية الدموية فبيحصل خلل وظيفي في المنطقة اللي بيغذيها الشريان ده. الاسكيميك ستروك بتنقسم بعد كده النوعين على حسب سبب حدوثها. النوع الأول اسمه ثرومباتيك وده سببه تجلط الدم نفسه في مجرى الدم، والنوع الثاني والأكثر شيوعا وهو الامبوليك وده سببه تجمع كتل من مواد غير مذابة في مجرى الدم. وسبب الامبولاي او التجمع ده هو انه بينشأ اصلا من الاثيروسكلروسيس في الكاروتيد ارترز، يعني باختصار الكوليسترول بيترسب على الجدار الداخلي للشريان فبيكون كتل. الكتل دي لما بتدخل في الاوعية الدموية الصغيرة بتسدها. الاسباب او العوامل اللي بتساعد في تكوين السكتة الدماغية هي الأسباب اللي لسه قايلينها الخاصة بالأوعية الدموية، وفي برضو عوامل زي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين. وفي المرضى الأصغر سنا في مسببات باطنية للسكتة الدماغية زي استخدام حبوب منع الحمل وتعاطي المواد المخدرة زي الكوكايين. أعراض وعلامات جلطة الدماغ بتعتمد على الإعاقة أو التلف اللي بتحصل في الأوعية الدموية المغذية وعلى حسب كل جزء وظيفته. يعني مثلا لو المنطقة المسؤولة عن النظر في الدماغ حصل تلف في مجرى الدم الخاص بيها فده هيأثر على حاسة البصر، والتأثير بيكون على حسب حجم التلف. ولكن الأعراض الشائعة للسكتة الدماغية بتشمل كل من الشلل النصفي أو عدم قدرة جانب واحد من الجسم على الحركة أو عجز في مجال الرؤية وصعوبة في النطق بسبب تقل اللسان أو فقدان توازن الجسم ونقص في مستوى الوعي. تشخيص السكتة الدماغية بيتم من خلال تتبع التاريخ المرضي الأولي وعمل الفحوصات اللازمة، ولازم كل المرضى المشتبه عندهم سكتة دماغية إنهم يخضعوا لفحص الأشعة المقطعية على المخ في أسرع وقت علشان يتم التشخيص السليم وتحديد نوع الجلطة، وبناء عليه يتم العلاج المناسب. مثلا حالات السكتة الدماغية اللي بيسببها النزيف بيتمنع نهائي استخدام الأدوية المذيبة للجلطات، وإلا كده لو حتى النزيف سببه جرح بسيط والدم بيحاول يتجلط علشان يسد الجرح ده الأدوية دي بتزود من سيولة الدم ويحصل مضاعفات. فهنا أهم حاجة التشخيص السليم، وبرضو أورام المخ بيكون لها أعراض مشابهة لأعراض السكتة الدماغية. في الاسكيميك ستروك الأشعة المقطعية المبكرة ممكن تظهر طبيعي أو إنها ممكن تبين منطقة غامقة حاجة بسيطة كده علشان كثافتها بتقل، والسبب هو نقص أو سوء تغذية المنطقة دي بالدم واللي بيكون سببه إمبوليك أو ثرومبوتيك زي ما قلنا.
وبعد ما يتم إزالة سبب الجلطة بمرور 24 ساعة بيتعمل فحص أشعة مقطعية تاني بشكل روتيني كنوع من أنواع التأكد من عدم وجود أي مضاعفات زي النزيف مثلا. من الوسائل التشخيصية الإضافية للسكتة الدماغية هي فحوصات الكيمياء الحيوية وأبحاث الدم، واللي بتعرفنا أسباب زي الهايبوغلاسيميا اللي هو نقص السكر في الدم وأسباب تجلط الدم المستبطنة. ولو في تلف أو إصابة عصبية بتظهر بالكامل من خلال الرنين المغناطيسي على الدماغ اللي بيوفر صورة واضحة للأنسجة الرخوة مقارنة بالأشعة المقطعية. وبرضو الرنين المغناطيسي بيوضح لنا الجلطات الصغيرة واللي من الصعب على الأشعة المقطعية اكتشافها. فحوصات الرنين المغناطيسي بتتم من خلال مجموعة خوارزميات معقدة بتوفر لنا العديد من الصور واللي بنسميها سيكونسز. مجموعة السيكونسات دي بنقيم من خلالهم المظاهر التشريحية والوظيفية المختلفة للدماغ. بالنسبة للسكتة الدماغية سواء كانت حادة أو مزمنة بتظهر على شكل جزء لامع في السيكونس الحساس للسوائل وهو T2. وعلشان نتأكد سواء السكتة الدماغية دي حادة أو لأ بنتبع السيكونسات التانية، واللي من ضمنهم سيكونس اسمه Diffusion Weighted Imaging والاختصار DWI، وسيكونس تاني اسمه Apparent Diffusion Coefficient Map والاختصار ADC. السيكونسات دي بتوضح انتشار المية داخل الدماغ. لو ظهرت منطقة السكتة الدماغية سودا في ADC Map وبيضة في DWI Sequence ده معناه ان مفيش انتشار للمية، وده بيبقى معناه ان السكتة الدماغية حادة، والمنظر ده بيفضل لأكتر من أسبوع بعد الإصابة. وأيضا من خطوات التشخيص هو عمل فحص بالموجات الصوتية على الكاروتيد والفيرتيبرال أرتريز للتأكد من عدم وجود استينوسيس وأثيروسكلروسيس.